استكمالا لهذه التغطية المفتوحة وحول مفاوضات وفد حركة حماس في القاهرة بشأن صفقة تبادل أسرى محتملة، ينضم إلي من القاهرة مباشرة المراسل العربي هناك أحمد حسين. ضعنا في آخر التطورات والتفاصيل أحمد، تفضل. نعم زاهر، ما نعلمه حتى الآن هو أن وفد حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قد وصل إلى القاهرة صباح هذا اليوم رفقة 2 على الأقل من أعضاء المكتب السياسي للحركة، وهم موسى أبو مرزوق وخليل الحية، لإجراء مباحثات مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل. هذه المناقشات والمباحثات تركز على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، والذي تمخض عن اجتماع باريس الأخير الأسبوع الماضي الذي جمع رئيس المخابرات المصرية ونظرائه من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وتشكل من خلاله مقترح لهدنة طويلة تكون على الأقل لمدة 8 أسابيع أو شهرين، يتم الإفراج بموجبها عن عدد من الأسرى أو المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس داخل قطاع غزة، وأيضا في المقابل يتم الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من داخل السجون الإسرائيلية. هذه المقترحات أو هذا المقترح تجري مناقشته الآن من قبل وفد الحركة مع المخابرات المصرية وعدد من المسؤولين الأمنيين المصريين، وعلمنا أن هذه المباحثات تركز على عدد من النقاط الرئيسية، ربما أبرزها هو المدة التي سيتم فيها وقف إطلاق النار، والتي يعني خرجت بأنها ستكون مدة شهرين. وكنا قد علمنا أن الوسيط القطري والوسيط المصري يضغطان لتتجاوز هذه المدة أكثر من شهرين حتى لا تنتهي خلال أيام شهر رمضان، وأنها يجب أن تستمر لما بعد نهاية شهر رمضان. أيضا حماس تطالب بأن يكون هناك وقف شامل لإطلاق النار يتضمن إنهاء جميع الأعمال العدائية بما فيها الأعمال الخاصة بالطائرات المسيرة والطائرات بدون طيار. وأيضا هناك نقطة يجري التباحث بشأنها، وهو عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل كل محتجز تفرج عنه حركات حماس. أخيرا زاهر، من غير المتوقع أن تصدر نتائج واضحة خلال هذه الزيارة استنادا، أو نتائج معلنة على الأقل استنادا إلى الزيارتين السابقتين لوفد الحركة إلى القاهرة. الحركة تطرح وجهة نظرها وردها على عدد من بنود هذا المقترح، و نعم. تأخذها مصر وتتشاور معها مع شركاء هذه الوساطة، ومن ثم تستمر هذه العملية. أحمد حسين مراسل العربي من القاهرة، شكرا جزيلا.